بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بحضراتكم إلى حلقة جديدة من برنامج أحكام الصيام، تجمعنا بفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ، عضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة الرياض. سوف نتحدث مع فضيلته في هذا اللقاء الطيب المبارك عن فتح مكة. في البداية فضيلة الشيخ، نقول لعلكم أن تذكروا السادة المشاهدين بقصة موجزة لهذا الفتح العظيم وهو فتح مكة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. شهر رمضان ليس شهر رمضان شهرا مدعاة للكسل والخمول والراحة والدعة، ولكنه شهر الجد والنشاط في أنواع العبادات، سواء منها العبادة الخاصة أو العبادة العامة، أعني العبادة المتعلقة بالشخص ذاته أو العبادة المتعدي نفعها كالجهاد في سبيل الله. إن محمدا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام لم يكن رمضان سببا لخمولهم ولا سببا لكسلهم وإخلادهم إلى الراحة، ولكن رمضان سبب يحيي فيهم النشاط والقوة، وينبعثون أقوياء أهل شجاعة وقوة ونصر لدين الله. إن محمدا صلى الله عليه وسلم مرت به غزوتان مهمتان عظيمتان كلها في رمضان. نعم. غزوة بدر الكبرى في اليوم السابع عشر من رمضان عام 2 من الهجرة، وفتح مكة الأعظم في رمضان في العام 2 من الهجرة، ما يقارب في اليوم 19 أو 20 من شهر رمضان، مما يدل على أن رمضان شهر جد ونشاط، ليس كما يصوره البعض أن رمضان مدعاة للنوم والكسل والخمول والغفلة، لا، ولكن رمضان شهر الجد والنشاط، شهر الصبر على الطاعة، شهر الجهاد في سبيل الله، شهر التضحية بكل غال ونفيس. هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مكة في العام السادس من الهجرة ليؤدي نسك العمرة، فحال بينه وبين ذلك المشركون ومنعوه من أن يدخل مكة معتمرا، ورأوا أن في دخوله ذلا عليهم، فمنعوه وحالوا بينه وبين ذلك حتى بايع أصحابه على مناجزتهم، ولكن الله جل جلاله شاء ألا يقع ذلك لما له في ذلك من الحكم العظيمة. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات أن لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، يدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فجرى بين النبي وكفار قريش صلح كان من بنوده أنه من شاء من العرب أن يدخل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحلفه فعل، ومن أحب أن يدخل في عهد قريش وحلفهم فعل. فدخل بنو بكر في حلف قريش، ودخلت غزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم وعهده. وفي العام الثامن من الهجرة أرادت بنو بكر الانتقام من خزاعة لأحد إحن بينهم سابقة، وأمدتهم قريش بالرجال والأموال خفية، فاشتكت خزاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم صنيع بني بكر ومساعدة ومؤازرة قريش لهم،
فعند ذلك انتصر النبي لخزاعة وأمر أصحابه بالتجهز وبين لهم وجهته، وكان قبل إذا أراد جهة ورى بغيرها، ولكنه في تلك المرة جلى للصحابة أمرهم وبين لهم أنه غاز قريش، فاستعد المسلمون وتهيئوا، وسأل النبي ربه أن يعمي خبره عن قريش حتى يفجأها في دارها من غير استعداد منها. سار النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صائمين. فلما اقترب النبي من مكة أمر الصحابة أن يفطروا، لما بلغه أن الصوم شق على كثير منهم فلم أمرهم بالإفطار، ثم إن بعضهم تلكأ في ذلك محبة للخير فأفطر صلى الله عليه وسلم وشرب الماء والناس ينظرون، وقال إنكم مصبحوا عدوكم غدا فأفطروا فإن الفطر أقوى لكم، وقال في حق الذين لم يفطروا أولئك العصاة أولئك العصاة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة متواضعا لربه، مستكينا له، مطأطئا رأسه ذلا وتواضعا لربه الذي أعزه ونصره. دخل مكة فاتحا، فلما اقترب دخوله منها أعلن إعلانا عظيما أن من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل الحرم فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن وضع السلاح فهو آمن. فدخل النبي وأصحابه مكة فاتحين، والتمعت قريش ببيت الله الحرام ينتظرون مصيرهم، وماذا سيعاملهم ذلك القائد المنتصر الذي تمكن من رقابهم. أتى صلى الله عليه وسلم وطاف بالبيت وكسر الأصنام المحيطة بالبيت، يغمزها يشير إليها بالقضيب وهو يقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فتداعت للانكسار، صعد البيت وفتحه وصلى فيه، ورأى الأصبراء إسماعيل وإبراهيم قد صورا يستقسم الأزلام، فقال: قاتلهم الله، ما كان لإبراهيم وإسماعيل أن يستقسم بالأزلام. وطمس تلك الصور ومحى آثارها، ثم أقبل على الناس قائلا: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ فخافوا وقالوا له مما يعرفون من خلقه وسجيته الكريمة: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وبايعه أهل مكة على الإسلام، ودخل أهل مكة في دين الله أفواجا، وأزال الله الشرك عن بيته الحرام، وعادت مكة دول بلدا إسلاميا. يقول صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. لا شك أن في فتح مكة عبر ودروس فضيلة الشيخ، ولكن الحديث الذي ذكرت: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، ما معنى فضيلة الشيخ؟ يعني أن بفتح مكة قد أصبحت دار إسلام، فلم تكن بلادا يهاجر منها كما كان يهاجر منها قبل أن يفتحها النبي صلى الله عليه وسلم، يوم كان الشرك عاليا منتشرا فيها. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نريد بعضا من خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في فتح مكة. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، في طريقه إليها سمع سعد بن عبادة يقول: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة. فعزله النبي عن قيادة بعض الجيش وجعل ابنه مكانه حتى يشعر العرب بأن مكة لا تزال حرمتها باقية، وأن هذا الفتح لم يحط من قدرها ولم ينقص من قيمتها، وإنما هذا الفتح زادها عزا وشرفا ومكانة.
خطب النبي صلى الله عليه وسلم ثاني أيام دخوله مكة ليعلم العرب عموما بفضل مكة وليشعرهم بمكانتها، فإنها بلد الله الأمين أم القرى، فيجب ألا يكون لها في القرى شبيه ولا نظير. قال صلى الله عليه وسلم في خطبته: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإن هذا البيت حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يسفك فيه دم ولا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف لها، وإن أحد ترخص بقتال رسول الله فقولوا إن الله أحلها لنبيه ساعة من نهار ثم عادت حرمتها كما كان. وقال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض وإنها حرام بتحريم الله، ليدل على بقاء عظمة البيت وحرمته، وأن هذا الفتح ليس إنهاء لمكانتها ولا قضاء على مكانتها، وإنما هو فتح لأجل إعزاز بيت الله وتطهيره من أدران الشرك، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد سار فيهم سيرة أهل الفضل والكرامة. إن كثيرا من أولئك الذين عفى عنهم النبي طالما شردوه وآذوه وآذوا أصحابه، ولكنه عفى عنهم وتجاوز عن خطئهم وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولهذا صار في أولئك، أعني مسلمة فتح، صار فيهم رجال قارة للإسلام، فتحوا البلاد وهدى الله بهم العباد، وهذا من فضل الله وكرمه. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وعظم الله مثوبتكم على تفضلكم بالحديث معنا في هذا المجلس المبارك بالحديث عن هذا الفتح العظيم، فتح مكة. شكرا لكم أنتم أيها السادة. كان معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، عضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة الرياض. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم، إلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.